انا حاتم الطرابلسي لاعب مانشستر سيتي سابقا واياكس اياكس عدت مره ثانيه للملعب ان شاء الله. هو مسجل 6 نقاط ان شاء الله المره هذه احاول اخلط عليه ولا افوز عليه ان شاء الله. صعب ها شوي. انس بوخش مره ثانيه عندي هني، المره الاولى عندي كول كشينا، والحين اخوي حاتم نحاول نغلب ان شاء الله. شكرا. احسن حاجه في الاستراتيجيه انت ما تطول عليها، تلعب على طول وتشوف روحك هتفوز ولا لا. المره اللي فاتت عملت استراتيجيه خسرت، المره هذه من غير استراتيجيه. زين الاستراتيجيه هالمره تقريبا نفس اخر مره، اخر مره الحمد لله 6 مشت وياي 8 ما مشت، بس نشوف بنعاند هالمره نجرب 8 ولا لا. لا ما دول سلا. يلا لحظة 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 نسوي شوي ها. يلا يلا. هذه ما تحسب ها. اوت اوي. هذه خرب ها. اوه 6 مش لو 8 مش ثاني لا 4 على 2 هذه 1. جرب الثمانية هاي بالها بيرفكت. اليوم مو البوم ماشي. لا لا أوت. يا يلا حويل. يلا حاتم شد حيلك. أكاوت أو خسرت. زبر بايخ. ما حبيتش هاي ما حبيتش. اوف شو رايك؟ لحظة وين حاتم؟ حاتم يا اخي. يلا الحين كم وصلنا على الثامنة ها؟ فير بلاي فير بلاي. اوه قريب قريب. يلا ما تسديد بعدين. اوت. يا الله انا ما بقول برا. اخر فرصة. انا سجلت قبل التاس هيك سجلت في 8 ما في كاميرا. في 6 وفي 4 ما في كاميرا. كاميرا ما في. مشكلة. كان قلت لي بالموبايل بصورك شيء. اوف دائما يا اخي الذهبية شيء دائما على الحافة. يلا ما عليه شو نسوي؟ 6 راضين فيها ما دام غلبنا 2 الحين، للحين ازي حاول بس يلا ما عليه لا تزعل وايد. هذا ترى ثاني ضحية عندي، يبوا زيادة عادي، احتاج عندي وحاتم يبوا بعد مهاجمين عادي. ما في اشكال احنا العرب بس روح رياضية ما فيش مشكلة. روح رياضية اهم شيء. ما فيش مشكلة. صح. حبيبي. يلا. برافو انس. مبروك يا انس. يا انس عندي كول حاتم طرابلسي. مين الضحيه الثالثه بدك تكون؟ لا لسه هذه لسه حنا لسه لازم نعاود مره ثانيه. انت كم هاي المحاوله الثانيه بالنسبه لك؟ انت المفروض انا اكلم روح عشان انت كم مره تحديتك بس انت معانا بالضبط. حامد امتى؟ عن جد دورك اصابه المنتخب مصاب مصاب الحين في التاهيل. ما في اصابه ما في اصابه اللي صاب هني. انت خايف تفشل ليبو ليبو اسامه وحام وفارس. اسامه يا ريال ذاك اليوم هم قاعدين يلعبون جاء وحطها وراح كمان ايه بالقندوره ركض شات وحده والله يابها وطلع. بدي اشهد شهاده بس انه كابتن حاتم قبل ما نبدا تسجيل سجل ب 8 و6 و4 شايف بيحكوها بحكيها بحرقه. في ناس في التمرين سجل ريكورد والله ضغط الكاميرات. على فكره هو بعد التسديده السادسه انضغط حاتم طرابلسي قام يشوت ويعصب. نفس انت شو تسوي فيهم؟ عندي كول نفس الشيء على فكره. انا اسمه خش لما لعب ما عندي كول اخر 3 تسديدات معصب.